صباح الخير، اليوم بدي أقدمكم حالة شعاعية سريرية لصبية في 14 من عمرها. راجعت العيادة بطول زائد السبابة قياسا مع الأصابع 3 زندية. المشكلة كانت في الجهتين وبصورة متناظرة، في اليد اليمنى كما في اليد اليسرى. للوهلة الأولى الواحد بيقترح أنه في عنا فرط تصنع بالسبابة، ولكن الصورة الشعاعية أظهرت المستور، إذ تبين الموضوع لا هو قصر في الأمشاط الثلاثي الزندي وفي الجهتين وبصورة متناظرة. هذا يعرف اصطلاحا بقصر الأمشاط أو البراكي ميتاكاربيا، والسبب هو انغلاق باكر للمشاش بسبب مشوش، ممكن يكون خلقي، ممكن يكون مكتسب بالتهاب أو إنتان أو رب ولكن أو جراح حتى. بالنسبة إلى الإصابة هون هي حكما خلقي يفضحها تنازل الإصابة في اليد اليمنى واليسرى وتعدد الأمشاط المنكوبة. هاي من الناحية السرية. طبعا وظيفيا معنى مشكلي بفتح الأصابع بعد عن التباين الشكلي والطول، عفوا بطول الأصابع الأربعة، ولكن من أثناء إجراء القبضة نعم بينكسر القوس المار برؤوس الأمشاط بين السبابة والوسطى، وبالتالي يستحيل إجراء قبضة بشكل جيد، وهذا ممكن يعمل إشكالي وظيفي في بعض المهام عند الصبي. كما قلنا إصابة ثنائية الجانب متناظرة تصيب ثلاث أمشاط الزندي وفي الجهتين، هذا من الناحية السريرية. الناحية الشعاعية راح أقدم لكم إياها، لأنه حقيقة في هذه الحالة الخاص العمل الجراحي المقترح هو يختلف عما هو معترف عليه أكاديميا، لذلك حبيت أطرح لكم إياها وناقش عليه معكم. شكرا. هلا ننتقل للصورة الشعاعية. هذه الصورة خلفي أمامي لليدين اليمنى واليسرى، بنلاحظ أن الأمشاط الثلاثي الزندي في الجانبين عم تأخذ طول كتير متقاصر. بأكد الآفي أنه هي عبارة عن قصر أمشاط، هو اختلاف التناسب الطولي ما بين السلامية الفاصية والمتوسطة والقريبة والمشط على حساب طبعا المشط، بينما فيما يتعلق بالسبابة وكذلك الحاب الإبهام فكانت المناسيب طبيعية جدا. عندنا ثلاث أمشاط إذن في اليد قصيرة جدا، عندنا مشط ثاني هو الطبيعي. هنا خلافا للمتعود عليه هو تطويل الأمشاط، أنا لا، ما رح أعمل ثلاث عمليات للطفل، وإنما سأجري عملية واحدة على المشط الثاني وهو تقصير المشط. تقصير المشط الثاني بحل المشكلة الشكلية والوظيفية كذلك، والعقابي بتكون قليلة، والعملية بتتم بمرحلة واحدة وهي أكثر تحملا وقبولية من قبل المريض وأهل المريض. التكيف الوظيفي للبنية العضلية الوترية وكذلك الحزمة الوعائية العصبية بالنسبة للسبابي جيد، خاصة فيما يتعلق بالحزمة طبعا مع العصب والحزمة الوعائية ما في أي مشكلة. مع الأوتار القابضة تكيفها جيد، أما الأوتار الباسطة فقد علم عنها بطء وضعف التكيف الوظيفي. لذلك سأقوم بعمل جراحي ثنائي المركبي. أولا تقصير المشط الثاني يتم بالترابيق الخاصة بالمشط الثاني القريبي طبعا الميتافيز القريبي، بينما تقصير الوتر المشترك للأصابع والخاص بالسبابي يتم بالسلسل السفلي للساعد مشان نتجنب التصاقات، أكيد بدها تكون فيما لو تراكب العمل الجراحي للوتر والعظم بنفس المستوى. هذا فيما خص الوتر الواسط. أوتار العضلات القصيرة أو الداخلية لليد تكيفها غير واضح إلي حتى الآن، لذلك بتتركها لبعد 6 شهور، بدي راقب تكيفها من التطورات اللي بتصير على الناحية الوظيفية، وساعتها نجري المطلوب في حينه. إذا عندي الميتاك أربيا متناظرة بتصيب ثلاث أمشاط زندي في كل يد، وهذه حالة نادرة. السبب هنا كما هو واضح خلقي، السبابي والإبهام بصورة نمو طبيعي جدا ومقاييس طبيعية. العمل الجراحي سيكون على المشط الطبيعي، وهي خصوصية الحالة، منه العمل الجراحي بيتم مرحلة واحدة، ومنه هو أكثر تحملا وأقل ألما ومعاناة بالنسبة للمريضة، والنتائج كتير مقبولين.
هذه الحليب بيتقدم لكم اياها، وفي النهاية لكم مني السلام ومن سكرتيرتي علا الكاميرا وومن أطيب التمنيات. شكرا لكم.